اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبراج وكيا مولا علقاه قويا تحت بابك وشفني فيك يا ربني يا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قد قداري بما في ظاهري والخفية وإن عصينا وسيرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك وكل منك يبغى عطية يا الله أسلوك بنا جاء طريقي سويا في طريق النبي وسدت شاذليا يا مجيب استجب وعجل بشربة هنيا واصلح آمالنا يا ربنا والطويا واكفنا شر الهوى هوى والدنيا وإن دعت أهلي وداك للعطايا سنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية فيك فالهم وما هم في الجنان العليا عند طه النبي المختار خير البرية بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا لتعكى تجفي الحال من نوبتيا
بل ويزيد البلياء. والفصل عليه إمامي سريا. لبراج وكيا مولاي القهقويا تحت بابك وشفني فيك يا ربني يا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله.